هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة هيكون في انخفاض في درجات الحرارة. الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوب البلاد. تفاصيل أكتر عن حالة الجو هتكلمنا عنها دلوقتي الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. يا أهلا بك يا فندم. نفهم من انخفاض درجات الحرارة اليومين دول نحن هنشهد انكسار ممكن يطول أسبوع أسبوعين أو ثلاثة؟ هو طبعا احنا هنشهد انكسار لموجة ارتفاع قيم درجات الحرارة اللي احنا شاهدناها خلال الأسبوع الماضي كله، وكانت موجة استثنائية لأنها موجة كانت طويلة بالشكل الكبير. قعدنا أسبوع كامل قيم درجات الحرارة كانت أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 6-8 درجات، وده كان بفعل طبعا الكتل الهوائية الصحراوية والمرتفع الجوي اللي كان موجود في طبقات الجو العليا. لكن من اليوم وتحديدا اليوم وغدا هيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، انكسار لهذه الموجة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وخاصة في المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. كافة المحافظات دي هتبدأ مصادر الكتل الهوائية عليها تختلف، هتكون كتل هوائية شمالية معظم قادم من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط، فالكتل دي هتكون معتدلة في قيم درجات حرارتها. كمان هيأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمنخفض جوي. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة، هتحجب جزء من أشعة الشمس، فأيضا هتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. احنا بنقول ان احنا انخفاض قيم درجات الحرارة احنا هنرجع للمعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، اللي هي الاجواء الربيعية الحارة فترة النهار. مش معنى الانخفاض ان احنا هنروح لانخفاضات اقل من 30. مفهوم طبعا، احنا داخلين على صيف فمفهوم. بالضبط، احنا بنقترب خلاص من فصل الصيف، والوقت ده من السنة كمان سماته بتبقى اقرب لفصل الصيف، فاحنا بنتحول من الطقس شديد الحرارة للطقس الحار فترة النهار الربيعي. لكن طبعا الانخفاض ده بمعدل من 4-5 درجات، فهنحس بالانخفاض ده عن الايام الماضيه بشكل كبير. طيب الاجواء هتكون اتفضلي يا فندم كملي. الاجواء طبعا فتره النهار هتكون الاجواء الحاره في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، الاجواء المائله للحراره في السواحل الشماليه، المحافظات المطله على البحر المتوسط. هتبقى الاجواء شديده الحراره في محافظات جنوب الصعيد، الاقصر واسوان، المناطق دي لسه قيم درجات الحراره عليها مرتفعه بتوصل ل 44 درجه مئويه خلال فتره النهار. الاعتدال الاكثر كمان هنشوفه فتره الليل، لان احنا الليالي الماضيه كانت قيم درجات الحراره الصغرى مرتفعه بشكل كبير، لكن ان شاء الله الليله اللي جايه والليله اللي بعدها هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره الصغرى كمان، هتكون ما بين 20-22 درجه مئويه، فالطقس فتره الليل هيكون معتدل بشكل كبير. تمام. في معظم محافظات شمال البلاد كمان هيكون في نشاط لرياح اليوم في معظم محافظات الجمهوريه، سرعات الرياح هيكون ما بين 30-40 كيلومتر على الساعة. ده يساعد كمان ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحرارة، يساعد ان احنا نحس بالاجواء الربيعية وخاصة في فترات المساء وساعات الليل. طب هل الرياح دي هيكون فيها اتربة؟ لا الحمد لله، اليوم الرياح مش هيكون معها اي اتربة ورمال مسارة في اي منطقة من مناطق الجمهورية. هي فقط هتساعد على احساسنا بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده هيكون النهاردة الجمعة وبكرة السبت، عشان نرجع تاني يوم الحد والاثنين ارتفاعات مؤقتة في قيم درجات الحرارة. واحنا بنقول ارتفاعات مؤقتة يعني مدتها بس الحد والاثنين، ومش هتكون ملحوظة طبعا زي الاسبوع الماضي. ومع يوم الثلاث والاربع وباقي ايام الاسبوع ترجع تاني قيم درجات الحرارة للانخفاض والمعدلات الطبيعية. يعني احنا الاسبوع اللي هيكون معانا بس هيكون حد واثنين يوم الحد. يعني احنا في فترة تقلبات دلوقتي. طبعا احنا في فترة الربيع، والربيع دايما معروف بتقلباته الجوية والتباين الكبير في قيم درجات الحرارة. احنا الاسبوع الماضي كان الاستثناء، لان احنا دايما متعودين على موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة في فصل الربيع تحديدا، بتبقى يعني موجات قصيرة مدتها يوم 2-3 بالكثير، لكن احنا فضلنا اسبوع كامل ارتفاعات ملحوظة، فده حسينا ان في حاجة غريبة في الجو. اللي هيحصل معانا يوم الاحد والاثنين الجايين ده طبيعي، ان احنا ارتفاع سريع في قيم درجات الحرارة ثم تعود للمعدلات. بس احنا طبعا بنأكد خلاص احنا في الاجواء الصيفية بنبدأ نستقبلها بشكل تدريجي. مهم جدا ان احنا دايما فترات النهار وتحديدا في وقت الظهيرة من الساعة 1 الظهر لحد الساعة 4 العصر بقدر الامكان نتجنب اشعة الشمس بشكل مباشر. لو انا اضطريت ابقى موجود في الشارع في الوقت ده دايما يكون معايا غطاء للرأس شمسية او كاب، اي شيء يحميني من اشعة الشمس،
نتناول قدر كبير من المرطبات للسوائل واهمهم الميه. في الثلاث شهور الجايين فصل الصيف او في الاشهر في الايام اللي جايه نص ميه دايما موجوده في ايدي، ده هيحميني دايما من يعني احساسي بارتفاع قيم درجات الحراره. ونوعيه الملابس بقدر الامكان تكون الملابس القطنيه الفضفاضه فاتحه اللون، وطبعا دايما نتابع نشرات الجوائز. طيب هل ارتفاع درجات الحراره والتقلبات اللي بنشوفها دلوقتي في الربيع مؤشر على ان الصيف هيكون صعب؟ لا تماما، لان احنا متعودين دايما ومناخيا كمان من السجلات المناخيه احنا بنسجل اعلى درجه حراره على مدار العام كله في فصل الربيع مش في فصل الصيف. يعني قيم درجات الحراره المرتفعه بنسجلها في فصل الربيع وخاصه في النص الثاني من فصل الربيع، يعني الوقت اللي احنا فيه دلوقتي. وما بنحسش بيها قوي لان نسب الرطوبه في فصل الربيع بتكون منخفضه. صحيح. لان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه صحراويه. بنحس ان الصيف هو الارتفاع في قيم درجات الحراره. ليه؟ لان نسب الرطوبه بتبقى مرتفعه، منخفض الهند الموسمي، الكتل اللي جايه من على البحر فبتؤدي للارتفاع الكبير في نسب الرطوبه. فاحنا لو شفنا درجات الحراره في فصل الصيف هنلاقيها كلها اقل من الاربعينات، يعني بتتراوح ما بين 36 38، لكن ارتفاع نسب الرطوبه الكبير اللي مشهور بيه دايما فصل الصيف هو ده اللي بيخلينا نحس ان الحراره بتتجاوز دايما ال 40. فما بتربطش الفصول ببعضها، ده طبيعه فصل الربيع ان احنا نشوف فيه موجات. بس احنا بدات التغيرات المناخيه تاثر علينا ان احنا بدانا نشوف طول الموجات، بقت الموجات طويله بشكل كبير، التحام الموجات في بعضها، ده بيخلينا نحس ان في حاجه غريبه في الجو او في حاجه استثنائيه. ده بدانا نشوفه في كل الفصول مش بس في فصل الربيع، او حتى كمان شفناه في فصل الصيف العام الماضي. كل شكر ليك يا فندم دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي هنتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في عدد من المدن والمحافظات المصرية. نبدأ درجات الحرارة من القاهرة العظمى فيها 34، أما الصغرى ف 21. العاصمة الإدارية العظمى فيها 34 والصغرى 22. اسكندرية العظمى فيها 26 والصغرى 19. العلمين الجديدة العظمى فيها 26 أما الصغرى ف 19. هنروح لمطروح العظمى فيها 24 والصغرى 19. دمياط العظمى 28 والصغرى 20. بورسعيد العظمى 28 والصغرى 19. اما الاسماعيليه فالعظمى فيها 35 والصغرى 21. هنروح مع حضراتكم لمحافظه السويس العظمى فيها 35 والصغرى 22. العريش العظمى 30 والصغرى 20. كاترين العظمى 25 اما الصغرى ف 12. طابا العظمى فيها 35 والصغرى 26. حلايب العظمى 37 والصغرى 27. شلاتين العظمى 38 اما الصغرى ف 28. بالنسبه لشرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26. الغردقه نفس درجات الحراره بالنسبه لشرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 26. لسه مكملين مع حضراتكم استعراض لدرجات الحراره في عدد من المحافظات والمدن المصريه. في الفيوم العظمى 34 والصغرى 22. بني سويف العظمى 34 والصغرى 22. الوادي الجديد بدأنا زي ما حضراتكم متابعين درجات الحرارة بترتفع في صعيد مصر. الوادي الجديد 41 والصغرى 26. أما أسيوط ف 35 والصغرى 23. سوهاج درجة الحرارة العظمى فيها 36 أما الصغرى ف 27. إنا 43 درجة الحرارة العظمى فيها والصغرى في إنا 29. الأقصر العظمى فيها 42 والصغرى 28. أما بالنسبة لأسوان فالعظمى فيها 43 والصغرى 28. ده كان استعراض لدرجات الحرارة. أما دلوقتي فهنرجع مرة تانية لمحمد وبسنت لاستكمال باقي الفقرات. اتفضل.